احمد محمود، كلمنا عن سجنك وكده، وطلعت ازاي، ولما طلعت رحت فين، وايه اللي بتستفاده من الفيديوهات اللي بتعملها، ودينا نصيحتك لبتوع الثانويه العامه والكليات. قلت سؤال يا جدعان مش 50 سؤال. كلمنا عن سجنك وكده، ده موضوع اوكي. اللي حصل ايه بالظبط؟ يعني ان انا كنت في الكليه عادي، وفي مره من المرات كان في رئيس القسم السابق دكتور يعني، فكان بيتكلم عن موضوع المحاضرة يعني عن العادات والتقاليد في المجتمعات المختلفة كمرتبط يعني بالكلية اللي أنا فيها. فكان بيتكلم في الموضوع دوت عن ايه، قال لك المجتمعات التانية، في مثلا تلاقي في مجتمعات فيها مثلا النوم مع الواد ينام مع الواد ده عادي، والبت تنام مع البت ده عادي. وطبعا دول لو كانوا في دولة مسلمة كان زماننا دلوقتي ايه علقناهم في ميدان عام. فأنا طبعا ما بحبش التطرف، ما بحبش التعصب، ما بحبش الإرهاب، لأن الإرهاب ليه أشكال كتير. يعني الإرهاب مش موضوع أن واحد يقتل، الإرهاب ليه الفكر نفسه ممكن يكون إرهاب. قلت له أنا عايز أعرف المصدر اللي حضرتك جبت منه أنهم مرضى نفسيين، لأن أنا بحثت ولقيت أنهم مش مرضى نفسيين، والكلام ده منظمة الصحة العالمية اللي بتقوله، الكلام دوت أي منظمة طبية معترف بيها في العالم عارفة أن الكلام دوت، أن المثليين دول جينيا كده. زي ما حضرتك بتحب مراتك بنت، هو بيحب ولد وهي بتحب بنت، دي غصب عنهم جينات. يعني حضرتك ملهاش علاقة بالدين، لو الدين حلل النوم مع ولاد حضرتك مش هتنام مع ولد، لان دي بتبقى ميول شخصية، ميول غصب عن الانسان. انا كل نيتي اعرف الاجابة، انا ما بردش في اللي هو ايه، ما بتكلمش في المحاضرة، منعزل عن الدنيا. فقلت له يا دكتور طب انا بكرة هجيب لحضرتك المصادر اللي بتقول ان هم مش مرضى وان هم جينيا ما يقدروش يغيروا من طبيعتهم، وحضرتك جيب المصادر بتاعتك. انا عارف 100% ان هو مش هيجيب، وهو عارف ان هو ما عندوش مصادر علمية بيتكلم بيها، هو بيتكلم بناء عن الموروثات اللي اتعلمها والتقاليد والدين اللي هو مولود عليه. فراح طبعا بقى لي يعني انت نفسك تنام مع ولد؟ قلت له يا دكتور انا مش مثلي، انا شخص يعني اللي هو شخص ستريت، يعني اللي هو بحب جينيا بميل للجنس الاخر البنات، انما هو غيري مختلف. حضرتك تجيب لي المصادر واحنا بندور على المعلومه الصح. انا قلت الكلمه من دي وهو بقى ايه اللي هو اتحول تماما. الكلام ده كان في شهر 4 2013. المهم جه بعديها بقى ايه، جه بعديها في نفس الاسبوع، فكان في معيد لسه متعين ما بقالوش سنتين، فراح ايه كان بيتكلم عن الايه نفس الموضوع. فكان بيتكلم ايه، بيقولك مثلا انت شفت مثلا المسجد اللي في الجامعة عندنا، شوف كام واحد بيصلي فيه ضمن كام الف واحد مش بيصلي فيه. فقلت له معلش حضرتك يعني، بس هو مش معنى ان هو بقى قاعد يقول ان هم دول كويسين وان دول طبعا دينهم ناقص والكلام اللي هو معروف دوت. فقلت له طب حضرتك ما هو ممكن واحد يكون ما بيصليش وقاعد برا الجامع في محاضرة ويكون افضل مليون مرة من الانسان اللي بيصلي، في مليون واحد تسمعهم في الاخبار شيخ بيغتصب بنات وبتحرش ببنات وبتحرش بعيال صغيره، يعني العمليه مش ملهاش علاقه بالدين. ممكن واحد يكون مسيحي، كان عندنا مسيحيين في نفس الدفعه، فهو كان طبعا ضد المسيحيين والنصارى والكلام ده. فقلت له في مسيحيين واحسن من المسلمين 100 مره. فراح اللي هو بقى اتصدم، اللي انت في انت ازاي واحد يتجرأ في مجتمعنا يقول الكلام اللي انت بتقوله ده. المهم فايه، ففي نفس اليوم دوت راح شويه عيال بقى، لهم كان عندنا حوالي 5 6 عيال ولاد وباقي الدفعه البنات. ففي نفس اليوم دوت راح ايه العيال دي دخلوا على الاكونت بتاعي على الفيسبوك واكتشفوا ان انا بعمل بوستات عاديه جدا جدا، اللي هو بنقد حاجات في الدين بس مش بالصوره اللي الناس متخيلها، زي دلوقتي مثلا او زي ما الدنيا كلها عماله تنتقد في الدين دلوقتي، ومشاهير ومش مشاهير، الدنيا دلوقتي اتفرحت خالص، ساعتها ما كانش فيه الكلام ده، اللي هو بنتقد بحذر جدا. فراحوا ايه، راحوا وروا الورق ده للمعيد، فراح المعيد راح مصور الورق الكلام ده كله، وراح للاسبوع اللي بعده في نفس المحاضره دي، فراح مطلع الورق قدام الدفعه قدام العيال كلها، فراح بيقول لي العيال ايه، شوفوا شريف اللي انتوا فرحانين بيه وشايفينه شاطر وكويس عمال بيشتم في الرسول، انما شتمتش في الرسول ولا عملت حاجه. فراح قال لي والله العظيم انت لو في بره، لو في دوله تانية والله العظيم كان زماني قتلتك وانت واقف. تخيلوا معيد جامعه بيقول كده. فراح المعيد ده راح للدكتور اللي انا كلمته في المثليه اللي هو رئيس القسم، فراح بيقول له شوف الواد شريف دوت بيقول كذا كذا كذا. وطبعا الدكتور ايه التاني بقى متغاظ مني، هو التاني راح ايه، فراح هما الاثنين راحوا رفعوا الورق للشؤون القانونيه، الورق دوت اللي هو صوروه وعايزين بقى يعملوا عليا ان انا ايه بنشر الفجور في الجامعه.
يا عم انا ما دعيتش حاجه، انا بناقش موضوع علمي، وانت كدكتور المفروض تناقش الطالب اللي انت بقالك 60 سنه بالتعليم، متهيألي بجملة واحدة المفروض تقنع الطالب دوت. لا ده فجور وبيدعو للعيال ان هم يمارسوا الشذوذ الجنسي. فايه طبعا ده بقى غير ازدراء الاديان وان هو كان بيشتم في الدين وفي الرسول، الموضوع كبر بقى. المهم فده كان رئيس القسم السابق. رئيس القسم الحالي بقى كان راجل محترم جدا اسمه الدكتور حسين. فراح جالي جابني المكتب، ناداني وجابني المكتب، قال لي يا شريف انا معاك في اي حاجة، انت شخص اخلاقك تخلق يعني تحمد عليها، واخلاقك دي يشهد بيها، وعلمك يشهد بيه، وثقافتك يتشهد بيها. راجل دكتور محترم جدا، وقال لي انا معاك في اي حاجه، والناس دول انا عارف ان هم متطرفين ومتعصبين، بس الدين مش كده. طبعا الدكتور دوت اللي هو بتاع المثليه الجنسيه دوت قال لي يبقى فكرني، يبقى قابلني لو عديت من السنه. انا كنت طالع الاول على الدفعه. انا في اللحظه دي بقى اللي هو ايه، ما يحصل انت يعني كل شهر في حياتي انا بيحصل حاجه، يعني هو كل شهر بيحصل موقف. وكنت لسه خارج من موضوع الاديان واللي هو الصراع الفكري، الصراع الفكري ما بين الاديان واللادينيه والكلام ده، فكنت مش مستحمل حاجه. فده بقى موقف اللي هو زاد الطين بله، وانا اتعودت اللي هو بقيت اي حاجه تحصل هو عادي. طبعا ايه بعد ما حصلت الخناقه ديت برضو في شهر 4، ما بين شهر 4 وشهر 6 اللي هو شهر الامتحانات، كان جات لي دعوه ان انا ايه مطلوب في الشؤون القانونيه في الجامعه، مطلوبين في مهم. رحت هناك فلقيت محامي بدأنا طبعا، فقال لي ازيك يا شريف مش عارف ايه، قلت له قال لي قعد بقى يسالني اسئله، هو شريف انت لما بتسمع صوت اذان بتتعفرط؟ والله العظيم وديني موليكوا عليا حلفان، حصل الكلام ده. قال لي يا شريف انت يا عم الحاج، قال لي طب بتعرف تقرا قران يا شريف؟ يعني ما لو انا قريت عليك ايه دلوقتي مش هيحصل لك؟ انا حافظ القران اساسا، انا بقرا يوميا القران وعمال افسر فيه مع نفسي يعني. فهو طبعا متخيل ان انا راكب لي عفريت والكلام بتاع الايه الخرافات دي. فانا قعدت اضحك، قلت له لا ما عادي اقرا براحتك. المهم يعني فقال لي احنا هنرفع الورقه ديت لرئيس الجامعه، ورئيس الجامعه هو اللي هيقرر ايه اللي هيحصل. اتاري بقى رئيس الجامعه رفع الامر للنيابه. يعني تخيل انت سؤال واحد من طالب يخلي دكتور جامعه يلف حوالين نفسه، ويخلي رئيس جامعه يلف حوالين نفسه، ويحوله الورق للنيابه بتاعت امن الدوله. تخيل انت سؤال علمي خلى ده كله يحصل. ف المهم يعني فجاه في شهر 10 لقيت الباب بيخبط على باب بيتنا، وانا كنت قاعد ساعتها على الكمبيوتر. فروحت انا افتح، كالساعه 3 بالليل بفتح، لقيت بقى جيش قدامي، جيش قدامي، ان هو ناس بقى باسلحه، وانا قلت نهار اسود انتوا في ايه؟ والله العظيم ومليكوا عليا حلفان. ورحت اعمل كده، راح الراي اللي هو الضابط راح عمل لي في كلبشني المخبر دوت، ودخلوا الشقه فتشوها، واخدوا الموبايلات واخدوا الكمبيوترات، الكمبيوتر بتاعي، واخدوا الفلوس. طبعا امين الشاطر اخد فلوس وحطها في جيبه، واخدوا الاوراق بقى اللي كانت في المكتب بتاعي كاني عميل، كاني لو هو يعني. المهم فروحت الحبس، تحولت للاسم، الاسم اللي كان عندنا في المحافظة بتاعتنا. فمهم يعني تحولت تاني يوم للنيابة، والنيابة بقى قعدت تسألني أسئلة، مش عايز أخش في تفاصيل يعني، بس قعدت تسألني أسئلة، وإنت ليه بتقول الكلام دوت، وإنت إزاي بتدعو للكلام دوت. وقعدت يعني في الكلام دوت حوالي 40 يوم. طبعا مش عايز، لو حكينا عن كمية اللي حصل في 40 يوم دول مش هنخلص، كمية الانتهاكات اللي حصلت، كمية الـ الأخلاق اللي كانت بتحصل في دولة الأخلاق، والدولة اللي بتدعو للأخلاق وبتحارب الفجور يتعمل عليها فيلم. يعني لو في كاميرا كده تصورت جوه اللي كان بيحصل في اسم ده، يتعمل عليها فيلم ياخد جائزة الأوسكار حرفيا. ومن طبعا أنا كنت شخص بقى VIP في الاسم، اللي هو إيه اللي هو سيبك بقى من العيال المجرمين واللي بيقتلوا. كان في 3 عيال معانا سرقوا واغتصبوا وقتلوا بنت واحدة. تخيل انت لما الثلاثة يكونوا داخلين في تهمة كده اللي هو قتل واغتصاب وسرقة بالإكراه، فدول كانوا بيتعاملوا معاملة اللي هو الضابط خايف منهم. انا بقى اللي هو ايه اللي هو انت عيل كيوت وعيل ما لكش في اي حاجة من دي، فتعالى بقى نتسلى عليك. ومش عايز اقول الكلام اللي كان بيحصل يعني في البتاعة. المهم يعني فطلعت من البتاعة، طبعا
العيلة بقى والكلام دوت، لو بقى شخص بقى اتسجن ومش عارف ايه، انت شريف اللي كنت بنقول عليه واتسجنت وليه يا ابني وضيعت مستقبلك والكلام ده. طبعا في وبرده في البتاع في الجامعة، كنت طالع في الترم الاول على الدفعة، الترم الثاني ساقط في كل المواد، ساقط في كل المواد، والمواد جاب فيها مقبول، اللي هو ايه اللي هو يعني ضيعناه خلاص، كنت بتتمنى تكون معيد ولا هتعرف تقرب منها. طبعا ده كان اخر اهتمامي في داهية التعليم ابن الستين في سبعين ده. بعدها بقى الليلة كنت طبعا مقرر ان انا اسافر، كنت عايز اسافر ملعون ابو دي بلد، البلد بتاكل من الانسان يعني، بتاكل من حياتك. وبسبب ده ايه ده كله؟ بسبب ايه ده كله؟ عشان سألت سؤال، عشان سألت سؤال لدكتور متخصص المفروض يجاوب بصورة علمية، مفروض يحتضن الطالب اللي معاه يقول له أيوة الشريف أنت المعلومات بتقولها لا غلط، وأنا بكرة بإذن الله هجيب لك المصادر اللي بتقولها، كون أنت شخص بتدور على مصادر، أنت غير الدفعة الجربانة دي كلها، أنت شخص بتدور ومعاك معلومة مختلفة كويس، احنا عارفين انك اوريدي شاطر يعني، فده مش دليل على انك شخص مثلا بتحاول تتفلسف، انت شخص كويس، فخد ادي الدليل اهو بتاعك. لا ما هو ما عملش كده. ولما طلعت رحت فين؟ انا طبعا بعد ما طلعت قعدت لوحدي في البيت يعني وكده، طبعا كنت منعزل والكلام دوت، وكنت طبعا مقرر اسافر، وكان بايدي ان انا اسافر، وجات لي دعوه ان انا اطلع بره، وكنت هاخد لجوء في ثواني، بس بعد كده قلت لا انا هقعد، ما اعرفش هقعد ليه، ما اعرفش قاعد ليه، ومعرفش ايه الدافع اللي بيخليني اقعد، بس هي عوامل كتيرة قوي محتاجة دكتور نفسي يحللها حرفيا. عوامل من ضمن العوامل دي اللي هو ايه، اللي هو انا ما بهربش من حاجة، ما بعرفش اهرب من حاجة، خصوصا لما اكون عارف ان انا صح. I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me.